دايما المطورين بيدوروا على افضل تكنولوجيا او افضل لغة يستخدموها عشان يبقوا احسن، يلاقوا فرص احسن في الوظيفة والكلام ده كله. للأسف سواء انت كنت مبتدئ او انت محترف، دايما بتدور على افضل تكنولوجيا تستخدمها عشان طبعا تلاقي فرص احسن. والسؤال ده في حد ذاته غلط، وهنعرف هو غلط ليه دلوقتي. وخلينا نبدأ في الأكشن على طول. وأهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع. دايما في حالة ان انت بتستخدم لغة زي جافا سكريبت، زي بي اتش بي، زي لارافيل، زي بايثون، زي اي لغة بتستخدمها، هتحس دايما ان في حاجة ناقصة في اللغة دي، وعشان كده هتدور دايما على بديل. يعني لو انت بتستخدم جافا سكريبت او نود جي اس لو باك اند، في الحاله دي هتلاقي نفسك لا انا عايز حاجه افضل، انا عايز حاجه تكون احسن. هتلاقي نفسك دايما واقع في المشكله دي. فبالتالي طبيعي كده هتتنقل، هتسمع برضو على اليوتيوب او على اي مكان ان في لغه تانية بتكون افضل، زي مثلا كله يقول بايثون، كله يقول نود جي اس هتكون احسن، فتلاقي نفسك بتتشتت بسرعه وهتبدا تتغير اللغه اللي انت شغال بيها. عايزك تعرف وتحط في دماغك ان مفيش لغه كامله من الاصل، كل اللغات مفيش حاجه اسمها المثاليه. لو انت بتدور على حاجه مثاليه، لا انت كده بتدور في سكه غلط. فنصيحتي ليك انك خليك في اللغه اللي انت شغال بيها بالفعل. لو انت شغال بي اتش بي، كمل في البي اتش بي في 2024 وما تنزلش دماغك ان اللغه دي ليها مستقبل ولا لا. نفس الكلام لو انت شغال بايثون، لو انت شغال نود جي اس، لو انت شغال سي شارب او اس بي دوت نت، ايا ما كانت اللغه مش هتفرق معانا في حاجه. النقطة الاهم ان انت تبقى عارف ان كل لغه ليها استخدامها الخاص بيها. يعني لو انت شغال بي اتش بي، دي كويسه جدا للمواقع المتوسطه والصغيره، يعني ممكن الكبيره اللي مش محتاجه الفيتشرز بتاعت اللغات التانيه، زي بايثون مثلا. بايثون قويه في نقطه الاي اي والايمج بروسيسنج. لو انت شغال اي اي وايمج بروسيسنج، لا انت في الحاله دي هتحتاج بقى تشتغل بايثون، ما ينفعش تشتغل بي اتش بي. سي شارب مثلا بتشتغل في الحاجات الكبيره والانتربرايز والحاجات دي، وبالتالي لو انت شغال فريلانسر انت مش محتاجها بشكل كبير. وبلس لو انت مش محتاج سكيورتي عالي، يبقى انت مش محتاج برضو تشتغل اي اس بي دوت نت او الكلام ده. وده للعلم على فكره، بي اتش بي مش ضعيفه في السكيورتي اطلاقا يعني، لكن في ناس بتحب الدعم الخاص بمايكروسوفت. وبالتالي طبعا لو انت هتشتغل جيم انجن او حاجه، فانديك في سي بلس بلس او سي شارب. وبالتالي بعد كل الكلام ده يخلينا نوصل لنقطه ان اللغه مش هتفرق معانا في حاجه. الاهم هي نظرتك للمستقبل. لازم تبص لمستقبل البرمجه بشكل اوسع. زي ما احنا قلنا قبل كده، هي مش كويسه الكلام ده، او وقت الفرص فيها قليله، الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها، دي برضو ما تخليكش تقف في نقطه معينه، لا عادي خالص كمل وشوف التطور بتاع اللغه اللي انت اخترتها واللي انت اتعلمتها، او انت في دماغك ان انت تختار او تشتغل بيها، ما تشغلش دماغك بالكلام ده اطلاقا. بس الاهم ان انت تهتم بالمستقبل، ان انت تبدا تدشن ادوات الاي اي او ادوات الذكاء الاصطناعي. مش بقولك اتعلم الذكاء الاصطناعي، لا اطلاقا، انا اللي بقولك عليه ان انت تحاول تستخدم الادوات المتاحه ليك، زي شات جي بي تي، زي جوجل بارد اي اي، زي كوب بايلوت. الادوات الجديده دي كلها حاول تستخدمها. وكمان ممكن تستخدم اي 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 بي ايز او الاي بي ايز الخاصه بالاي اي، دي هتساعدك برضو ان انت تقدم برودكت مدعوم بالذكاء الاصطناعي للعميل بتاعك، وانت اصلا ممكن ما يكونش عندك اي خلفية عن الذكاء الاصطناعي ولا اي حاجة من الكلام ده. فدي نقطة قوة، هي دي مستقبل. خليك حاول دايما تكون في الصورة، خليك تبص نظرة مستقبلية، بدل ما تقول لا انا مش هتعامل بالادوات دي وانا على قديم وانا كويس، هتلاقي نفسك في الاخر مش عارف تعمل اي حاجة. وده اللي احنا قلناه في فيديو قبل كده، ان هو مستقبل التكنولوجيا او الاي اي هيأثر على البرمجه ولا لا. فهي دي نقطه القوه اللي تركز عليها في الوقت الحالي في 2024. حاول دايما تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي عشان تعرف
تواكب العصر عشان وفهمتش ياكلك عشان متحسش ان انت بقيت ورا قوي والناس تقدمت عنك والكلام ده. هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري، ده النحس طالع. فحاول على قد ما تقدر تكون ماشي مع الموجة مش ضد الموجة، وتقول الاي اي لا ده هينهي مستقبلي، دي الوظائف البرمجية بتنتهي، الكلام ده كله مش عايزينه اطلاقا، لان الاي اي لغاية دلوقتي ما يقدرش يطلع برنامج او كود كامل لوحده. فالنقطة دي حاول تخليها في دماغك، حاول تخلي ان لا الـ AI ده هو أداة تساعدني مش أداة تقضي عليا، وهو ده أهم حاجة في الفترة الحالية. يبقى خلاصة الموضوع أهم حاجة تركز على أدوات الذكاء الاصطناعي وتستخدمها باللغة اللي انت اخترتها. على فكرة البرامج دي كلها قلناها بتشتغل بكل لغات البرمجة غالبا يعني، أو أشهر لغات البرمجة، تقدر تطلع لك الكود المناسب أو تختصر لك الجوريزم، او انت كتبت كود وعايز تعمله اوبتمايزيشن او تحسين هيقدر يساعدك في الكلام ده كله. اياك 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 تفكر ان اللغة بتاعتك ادمت او ان الاي اي خلاص هيقضي علينا والكلام ده كله، لا الدنيا امان ومية مية وما تقلقش. وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهاردة البسيط، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وافدكم. لو عجبك ما تنساش تنتيني احلى لايك، وما تنسي تشوف الحلقات والحكايات والكورسات اللي فاتت، وتستنى الحلقات والحكايات والكورسات اللي جاية، وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وعشان ما تبقاش من الجوايا.